الاثار ديال السيكاتريس والبشره ناشفه، فنحاولوا نديروا واحد الوصفه اللي غنعالجوا فيها المشكلين. فغادي تاخذي معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، وغادي تاخذي معلقه كبيره ديال زيت السلميه. اذا نخلط هذه المكونات كاملين، غتولي كديري مساج كل ليله في البلاصه اللي عندك فيها المشكل ديال السيكاتريس، وديري بها مساج خفيف على البشره ديالك، وما تقطعيش هذا السيروم انت وجميع الاخوات اللي عندهم البشره ناشفه او عندهم واحد الاثار ديال السيكاتريس، وان شاء الله الامور غادي تكون بخير اختي. كاين عندنا واحد المشكل ديال اخت زينب اللي عندها المشكل ديال الورديه لا غوزاسي، اللي هي عباره على واحد الحساسيه اللي كتبان في البشره ديالنا، واحد الحساسيه اللي كتعطي واحد الاحمرار مفرط على المستوى ديال البشره. اكيد بعد التشخيص ديال الطبيب وكيقول بانها الورديه، لان كاين عده امراض جلديه اللي كيعطيونا هذا الاحمرار هذا في البشره. فالوصفه بسيطه وسهله، غادي نستعملوا فيها فقط معلقه كبيره ديال زيت البابونج اللي كتكون فيها ماده مضاده للحساسيه، لان البشره اللي كتكون فيها لاغوزاسي ردوا البال كتكون البشره جد حساسه وماشي اي حاجه كنديروها لها. اذا معلقه كبيره ديال زيت البابونج خفيفه، وربعة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي، فهي عند الأم ديالها يمكن لها أنها تستعملها معها. إذا معلقة كبيرة ديال زيت البابونج، ربعة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي، نخلطهم في حمام ريمتي يتخلطوا مزيان. هذا الخليط نخليوه يبرد، والكريمة اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها البشرة ديالنا كل ليلة، وهذه غتكون وصفة سهلة وبسيطة للمشاكل ديال الوردية ولا لاغوزاسي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.